للفيديو ده. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة صحتك سيدتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نزولا عند رغبة بزاف المتابعين بغاو النظام الغذائي الصحي لمرضى الروماتويد. كما كتعرفوا انا قررت اليوم ندير لكم نبدا لكم بالخبز، والخبز هو الماده الاساسيه اللي ما كنقدروش نستغناو عليها. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الخبز الطبيعي بالخميره البلديه اللي متبعه انا، وما تنحيدوش بالخميره البلديه الطبيعيه. اليوم غادي نديروا الخبز ديال الشعير ان شاء الله بالخميره البلديه. تابعوا معايا المراحل وان شاء الله غادي تصدق لكم من اول تجربه. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا عندي دقيق ديال الشعير كما كتشوفوا، هذا طحنته وصوبته على يدي كما كتشوفوا. هو هذا الدقيق ديال الشعير، غادي نضيف عليه الخميرة البلدية كما كتشوفوا. ها هي، شوفوا ها هي كيفاش خامرة. رانا حاطه لكم طريقه ديال كيفاش كتصايبوا الخميره البلديه، رانا حاطه لكم في القناه. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا غادي درت دقيق ديال الشعير والخميره البلديه، هذه كنت مصايبها من دقيق القمح كامل بالنخاله ديالو. غادي نخلطوها مع بعضياتها ونخليوها تختمر لواحد مده ديال نص ساعه تقريبا. ضروري نديرو الماء دافي باش غادي نخلطو هاد الخليط هذا. هاد الخميرة البلدية كما كتعرفوا راه عندها فوائد كثيرة، ان شاء الله شي نهار نديرو حلقة عليها اولا نديرو فيديو عليها. غادي نفزكها مزيان، نخليها بحال هكا حتى يرطب هذاك الدقيق ديال الشعير وينسجم مع هذيك الخميره البلديه. غنخليو كما قلت لكم على حسب، الا كنتو مزروبين بها ديروها غير نص ساعه كيف ما غادي ندير انا، اولا ما كنتوش مزروبين بها خليوها حتى كتبان لكم ضعف الحجم ديالها. انا غادي نغطيها ونخليها واحد نص ساعة ونرجع معاكم. بعد ما ارتاحت لنا العجينة كما قلت لكم، ها هي لقيتها طابت تفاعلت شوية مع الخميرة. هنا غادي
غادي نضيف الدقيق القمح الكامل بالمخالطه ديالو. كما قلت لكم انا غادي ندير غير دقيق ديال الشعير ودقيق ديال القمح الكامل بدون دقيق ابيض. ضروري نتفاداو الدقيق الابيض لانه كله سموم، ما عندنا ما نديرو به. حنا متبعين نظام غذائي جيد، خصنا نديرو الحاجه اللي مزيانه واللي كتفيد نفس الصحه ديالنا. بسم الله. غادي نجمع ونشوف الا كان خاصني مازال نضيف الماء. غادي نضيف بغيتو ديرو العجانة، قلت لكم ديرو في العجانة، أنا غير بغيت نوريكم الطريقة اللي كندير، حتى أنا كنعجب في العجانة، ولكن دابا بغيت نوريكم الطريقة كيفاش كنخدموه وكيفاش كندلكوه وكنعطيوه الوقت والخاطر باش كيجينا دقيق، يجينا الخبز ديال دقيق الشعير والقمح، يجينا زوين. وصحي ان شاء الله. غادي نضيف الملحه القياس ديالي، ما نكثروش بزاف، وغادي نضيف واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. وغادي نضيف واحد المعلقة ديال الكمون، تقريبا معلقة صغيرة. انا عندي هاد الكمون مطحون، بغيت ديرو الكمون حبوب ممكن، او لا ديرو الزرارع لكم الاختيار. صافي غنضيف هنا شوية الماء باش غادي نجمع العجينة وباش غادي ندلكها. كنبقى نرش بشويه بشويه بالقياس ديالي حتى كنجمع هاد العجينه. غادي نستمر بحال هكا، مبغيتش نطول عليكم الفيديو، غادي نستمر نبقى ندلك فيها ونرش بشوية بشوية كيف ما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله ملي نكملها في الديك ديالها. ضروري نعطيها الوقت وندلكوها كيما هكا اولا فوق سطح العمل. هنا انا دلكتها مزيان بهذه الطريقة، بقيت كندلك فيها كيما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا بان لكم العجينة، دلكتها مزيان وعطيتها الخاطر. في دابا غادي نقسمها لكويرات صغار، المهم انا غادي نشكلها على كويرات صغار. كورتهم على هذا الحجم هذا، نتوما يمكن لكم تكورهم على الحجم اللي بغيتو. كاني دير يدي في الماء بحال هكا وكنكورهم. صافي عندي هنا دقيق، هذيك
البلبولة الرقيقة، الرقيقة هي اللي سنقرصو بها. غادي نحط بحال هكا حتى نكمل الكويرات ديالي. هذا ندوز نكورها. ندير يدي في الماء دائما. يدي في الماء غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكمية اللي عندي. كنبسطهم متنرقوهمش بزاف. صافي على هاد الشكل كنكون عندي واحد لاطا كتدخل الفران دهنتها بالزيت وكنوضع فيها الكريسات ديالي. ما كتشوفوا انا ندور لكم الكاميرا. صافي نبسطها واحد شويه بحال هكا. نعاود معكم واحد اخرى. ضروري البلبوله هاد الشعير تكون رقيقه. السطام هاد الخبيزات راه كيجيو رائعين وصحيين بالخميرة البلدية والشعير كيجيو فنين. غير جربوهم اكيد غادي يعجبوكم اكيد اكيد مع زبيدة العود أو زبيدة بلدية. كنستمر بس الطريقة كما قلت لكم ما نرقوهمش بزاف شوية. شوفوا مغلد مرقاق نقرب بكم اكثر بحال هكا. نخليو تسابيناتهم نكمل الكميه الاخرى وغادي نغطيهم ونخليهم ياخذوا الوقت ديالهم باش يختمروا. كما كتعرفوا راه الخميره البلديه كتبغي واحد الوقت نخليوهم يختمروا. اولا كنتو نتوما مزربانين بهم يمكن لكم عندكم الفران ديال الضو كتسخنوا غير واحد شويه غير يدفى وكتدخلوهم ليه طفيوه وتدخلوهم كيبانوا لكم ختمروا كتخرجوهم. ملي تبغوا طيبوا الخبز ضروري الفران يكون سخون مزيان 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 وضروري من الاحسن تفادوا الفران ديال الغاز. من الاحسن تطيبوا في الفران ديال الضو لانه صحي صحي وبزاف. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي
ان شاء الله ملي ختامروا غادي نوريهم لكم. البيزات ديالنا بعد ما خمروا راه خداو لينا واحد الوقت، راه تقريبا 3 سوايع اولا 4 حتى خمروا. دابا شعلت الفران، شعلته يسخن مزيان، غادي ندخلهم حتى يتحمروا ونتلاقى معكم. غادي ندير لهم واحد التقيبات بحال هكا صغار، صافي. وهادو هما الخبيزات ديالنا بعد ما طابو، كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل زوينين ومحمرين. والاهم في هذا الشيء هما انهم صحيين، نتناولوهم بالصحه والراحه مع زيت الزيتون اولا الزبده البلديه اولا املو. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. غادي نحل معكم وحده، شوفوها كيفاش كتجي. غزال، كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكيف ما طلبتوني بغيتوا الحاجه اللي هي صحيه ونظام غذائي صحي. انا بديت معكم بالخبز، وان شاء الله غادي نديروا وصفات صحيين اللي متبع انا على مرض الروماتويد. كنتمنى انكم تشجعوني باللايكات وبالمشاهده الكامله وبالتعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.